خلينا نتكلم مع حضراتكم بمزيد من الإيضاح بشكل أكبر حول مبادرة ابدأ. بينضم لنا الأستاذ عبد الرحمن عمر، عضو المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية. ابدأ، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهمية المشاركة، مشاركة ابدأ تحديدا في الحوار الوطني. هو في الحقيقة طبعا أهمية المشاركة جاية من أهمية الحوار الوطني نفسه، خصوصا إن في أكثر من ممثل عن الشعب المصري، سواء من أحزاب سياسية سواء من قوى مدنية مشاركة. وكان الهدف من المشاركه ان احنا نحط التحديات بتاعتنا قدام كل ممثلين الحوار الوطني او الممثلين في الحوار الوطني، بحيث ان احنا نبقى بنشارك بعض الرؤى والتوجهات، وعارفين احنا عايزين ايه من الاقتصاد بتاعنا، عايزين نتوجه لفين. ملف الصناعه بتاعنا، احنا مش دوله حديثه على الصناعه، بالعكس عندنا صناعه عدت ال 100 سنه. فاحنا اللي احنا وصلنا له فين؟ طب احنا عايزين نكمل ايه؟ طب ايه التحديات اللي واجهتنا خلال الفتره الاخيره، خصوصا اخر 5 سنين؟ طب نقدر نتحرك ازاي في دور المتغيرات العالميه اللي عماله تحصل حوالينا؟ فكان دي جايه من هنا، كانت الاهميه ان احنا نشارك في الحوار الوطني ده، ايمانا منا باهميه الحوار الوطني كحراك جيد جدا. وكويس ان احنا بقينا بنشارك بعض افكارنا ونشوف الموضوع من اكثر من رؤيه ومن اكثر من وجهه نظر، عشان نوصل لوجهه النظر الاكثر قبولا عند الناس، وفي نفس الوقت يبقى هو ده الاتجاه اللي احنا واثقين ان احنا ماشيين فيه صح. نعم، خليني أتكلم مع حضرتك عن التوصيات. إيه أهم التوصيات اللي طرحها أعضاء المبادرة خلال المشاركة في الحوار الوطني؟ طبعا يمكن إحنا أهم توصية إحنا بنتكلم فيها إن إحنا طبعا لازم نتوسع في عمليات الرقمنة، وفي الأخص طبعا إن إحنا ندعم جهود الرقمنة اللي بتقوم بيها هيئة التنمية الصناعية، علشان تعمل عملية رقمنة وأتمثل العمليات اللي بتتم والخدمات اللي بتقدمها هيئة التنمية الصناعية. إن إحنا ربنا يعني يكرمنا ونقدر كمان نحل مشاكل التشابك ما بين جهات الولايه وبعضها، ونقلل مده الاجراءات الحكوميه. ان احنا كمان نسهل فكره او ناثر كمان مده توصيل المرافق الصناعيه وتكلفه توصيلها، بحيث ان احنا تكاليف بدء المشاريع الصناعيه تكون اقل في مصر، فيبقى ده حافز ان اكبر عدد من المشاريع يبدا، وكمان يكون ليه مردود اقتصادي في اسرع وقت ممكن. خليني اتكلم مع حضرتك الحقيقه عن نقطه مهمه جدا، انه شركه ابدا قامت بإطلاق شركة المصرية للصودا آش بالشراكة طبعا مع القطاع الخاص المصري وبالتعاون مع عدد من الوزارات. وخليني أتكلم مع حضرتك تحديدا فيما يتعلق بإطلاق هذه الشركة، لأنه الدولة المصرية بتنادي الحقيقة بدمج القطاع الخاص، والحقيقة أن كان ده كمان أحد أهداف الكبرى الخاص بمبادرة ابدأ، فكرة دمج القطاع الخاص مع الاقتصاد الآخر أو القطاعات الحكومية. أستاذ عبد الرحمن، تمام. هو طبعا يعني لما نيجي نبص للتغيرات اللي بتحصل في اقتصاد مصر النهارده، خصوصا كمان بعد اطلاق وثيقه ملكيه الدوله وتحديد الدوله للانشطه الاقتصاديه اللي هتخش فيها، لو جينا بصينا للقطاع الصناعي بالاخص هنلاقي هو بيشارك في الاقتصاد بتاعنا بحوالي 23%، ودي نسبه نقدر نوصل لاعلى منها. لما نيجي نحلل الرقم ده هنلاقي ان 35% هم بس اللي جايين من القطاع الخاص، وده رقم الدولة المصرية شايفاه كويس جدا، وبتعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وبالاخص النشاط الصناعي. ويمكن احد الامثلة على ده الصودا اش. الصودا اش برضه عشان تبقى الناس معانا وفاهمة احنا بنفكر ازاي وايه فلسفة العمل بتاعتنا، احنا بنعمل دايما مقارنة ما بين القدرات الانتاجية والقدرات اللي موجودة جوه مصر وفاتورة الاستيراد بتاعتنا. وبمجرد ما بنلاقي ان احنا عندنا في فاتورة الاستيراد حاجات احنا بنستوردها وفي نفس الوقت عندنا القدره على التصنيع وان احنا نحقق فيها الكفايه او الكفايه والتصدير، بنبدا نحفز رجال الاعمال المعنيين والمستثمرين المعنيين بالموضوع، ونبدا كمان نخش معاهم في شراكات علشان نحفز ان الشراكه دي تتم او المصنع ده يتم، بحيث ان انا رقم واحد طبعا اقلل حجم الاستيراد اللي انا بستورده، وان انا كمان اعظم من القدرات الموجوده عندي، لان الخامات الاساسيه للصودا عيش هي موجوده جوه مصر، فحرام نصدرها خام بعد كده نرجع طبعاً نستورد الصودا اش كمنتج نهائي نرجع ندخله كمنتج بسيط في صناعات ثانيه، فده اللي احنا المعادله الصعبه اللي احنا بنشتغل عليها يعني. خليني استثمر وجودك معايا عبر الهاتف واخده معاك بهذا السؤال. لو عايزين نتكلم بشكل اكثر عن النجاحات اللي حققتها مبادره ابدا في دعم وتوطين الصناعه الوطنيه، استاذ عبد الرحمن. تمام. احنا طبعا اشتغلنا على شقين هما الاثنين اهم من بعض، يمكن حتى لما كنا بنعمل التفكير في البدايه خالص في المبادره، هل احنا هنشتغل على صناعات جديده ولا هنشتغل على المصانع القائمه بس؟ في الحقيقه فكره ان المبادره يكون ليها اكثر من محور، وكل محور يكون ليه اليه عمل بتتبنى مدرسه معينه او بتتبنى فلسفه معينه، دوت جاي من خطوره عنصر الوقت بالنسبه لنا. انا ما اقدرش النهارده المصانع اللي اشتغلت وصمدت على مدار سنين ان انا اغض طرف عنها، وده خلانا ان احنا بنتوجه للمصانع المخالفه او المتعثره او اللي عندها مشاكل او المصانع اللي عايزه تتوسع، ان انا لازم ابص ليها وابدا ادرسها وازاي اعظم من قدراتها، ولو هو مش في الاقتصاد الرسمي ازاي اساعده ان ينضم للاقتصاد الرسمي وما الى ذلك.
وفي نفس الوقت كان عندي صناعات هي الأول مرة بتتواجد في مصر أو كانت موجودة وللأسف ما كملتش فبقت مش موجودة دلوقتي. يعني زي السودا قش، إحنا كان عندنا زمان مصنع للسودا قش مش بيكفي السوق بس كان موجود، ما استمرش لظروف ما، فده خلاني طب خلاص يبقى أنا كده مش رايح أنافس السوق، أنا هدفي إن أنا أكمل السوق المصري وأعظم القدرات بتاعتي. طبعا أنا بشكرك على هذه المداخلة وكل ما تفضلت به من تفاصيل ومتابعة الأستاذ عبد الرحمن عمر عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.